لو ما جيتش سألت عليها. بابا النهارده هكلمه، قال لي كلمه، قال لي هايدي جدعاني وشد حيلك، قال لي ان الناس بتستناكي. شو قال لي الناس بتستناكي. بتمطرك شوية كده عامله كلمه كبيره. اما نبقى انت طالع وعارف ان في اشخاص حاطه امالها عليك او مستنياك تعمل حاجه حلوه وانت تعمل حاجه نص نص، او هيدي اللي كده هتلاقي همه كان هيداك البرايم بس زمطت على قد. مش لهيك انا نزلت معصب باك ستيج، ما قدرت احكي يعني حتى مع حنان، منعوني احكي معها، ممنوع احكي مع حدا كنت، لانه كنت عن جد خلص، لانه كنت اول شيء طالع مني بنفسي مني مرتاح على المسرح، فكر حالي ما غنيت. ولكن هيدا برايمي يعني يعد رافائيل وانيس هيدا البرايم، وخصوصا انا لانه اول مره بعد يعني تاني نومينيشن بعد 10 برايمات مني نوميني، وعشر برايمات عم بيتقدم يعني كانك ما طلعتش نوميني قبل كده. انا هيدا الشعور اللي اجاني، والاكثر من هيك وصل لي حكي انه لبناني وكل لبنانيه ناطرينك وهيدا، يعني لانه اذا بدي فل اترك صوره اني غنى ما غنى حلو، اني تارك شيء. هيدا اللي علقوا عليه الاساتذه، فهمتي كيف؟ قال انه احنا معودين على رافائيل، نقطه قوته لرافائيل حضوره على المسرح وضحكته وهيدا انا بنت السلطان ما بيطلع من راسي، انا بتقطع ما بتطلع من راسي، هول المواقف الفرق ما بينك وبيني ما بتطلع من راسي، هول هيدا يعني انا مسكر الايربيس على الاخر وعم بسمع صوت الجمهور عم بيصرخ. واو عن جد واو. يلا تولع مع فارس كرم. ما بيا رايحه ابراهيم عشان انا احضركم انتوا الاثنين. انا بعشق فارس كرم. بوسي بوسي يعني جايبين فاهم مش ممكن مش ممكن. حس الجمهور حيصير تحت. يا دنيا انا مش متخيله لسه تعمل فيها ايه يعني. كمان اغنيه مشهوره اكيد في لبنان كمان صح؟ كثير. هالغنيه يعني ما نعرف مين غناها، وهي الاصل لها بتاعتها، وبعد كده شيرين غنتها في برنامج. بس شيرين غنتها باحساس. احساس يعني ما بتحسس، بتاخذني لغير مود يعني. اذا فوزي بسمعها من فوزي بسمعها من شيرين، كل وحده بمود وحده بمود. لا حصل فعلا. قلبي وشو بدي قلو تعبان وشو بدي. اليوم بيجي فيكتور بقص لي شعري. بس ممكن ده وصلنا لمطرح كلنا حلوة قوي دلوقتي. كتير خلاص. كتير كل شيء بيجي من عند ربنا خير. الحمد لله حب الناس الحمد لله يعني خلاص ربنا كرمنا يعني دي. اللي حبته الناس حبته. لو يعني انا انسان بحبي، شخص بحبي، ما حازعل منك لو شو ما عملت هالزعل الكبير، حازعل اخذ منك